حملة تفتيشية على محلات المواد الغذائية قام بها أفراد الحرس البلدي مركز الغريفة للتأكد من صلاحية المواد ومدى اتباع أصحاب المحل للاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة الأغذية. حاليا نقوم بدورة تفتيشية على جميع المحلات المواد الغذائية والأنشطة للتفتيش على محل على الحليب ومشتقاته والألبان لصلاحية المواد الغذائية بالكامل. بعد التفتيش والتأكد من خلو المواد الغذائية من المواد المحظورة ومنها التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان، ضبط الأفراد كمية منتهية الصلاحية وصدرت في حق التجار مخالفات بسبب إهمالهم لإجراءات السلامة. طبعا اليوم قمنا بحملة دوليات للتفتيش على المواد الغذائية، ومن خلال الدولية تم ضبط مواد منتهية الصلاحية من عصاير والفان وبشاخيط، ومستمر الحمد لله ان شاء الله بالتفتيش على المواد الغذائيه من ناحيه الصلاحيه والشهايه والترخيص. سلامه المواطن من الامراض ومتابعه امنه الغذائي وملاحقه المخالفين والتجار الازمات هو ما يسعى اليه رجال الحرس البلدي في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلاد.